جدا. نعم. نحن نبكي على مصيبتها الإمام بطريق أولى. تقول له إن جاءك ولدك ابن أخيك أو جاء ولدك زائرا سله أن يجعلنا في زمرة من يحب من يرعى. يا رب يا رب يا رب. اتفاقا اليوم أحد من باب الشيء يعني تذكرت هذه المقولة. نعم. أحد الزائرين الذين يمشون هذه الأيام قال كلمة أنا تأثرت بها وهو شاب يعني غير مؤمن ليس من أهل العلم. قال الناس يبحثون عن حب إمام زمانهم كيف يحبون الإمام. أنا أمنيتي في هذا السفر أن يحبني إمام زماني، هو يحبني. الله الله. هو يعشق، طبعا كلمة العشق كبيرة يعني. الناس يبحثون عن حب الإمام وأنا أبحث عن حب الإمام لي، أريد أن هو يحبني. تعرفون وليلى لا تقر لهم بذاك ويدعي وصلا، ولكن الإمام قد لا يقبل أن يكون محبا لك. فعبارة جميلة أنه في هذه المشاهد بتوصية. الآن الإمام يقول يحبك على ماذا؟ على إيمانك، على عملك، ليس فيك شيء يعني يغري. ولكن إذا قاله المولى الولاية الأبوية نحن كأب تقول للولد اعمل يقول لا اعمل، اما تقول اقول لك بولايتي يقول الان سمعا وطاعه. فهذا المعنى سيدنا، ارجو ان يكون يعني وضحته من خلال كلامي. جميل جدا. ان تطلب من الامام يعمل ولايته الابويه فيطلب من ولده ان يتبناك تبنيا كاملا وهنيا لمن تحقق هذا المعنى في حقه. اللهم ارزقنا واياك سماحة الشيخ وكل مشاهدينا اينما كان. شيخ حبيب، يوم امس ذكرنا موضوعة التوبة والإنابة. نعم. يعني يا ليت يعني نعطي تفصيلا بسيطا ونقول. نعم. هل يمكن جعل محطات عبادية للتوبة في. نعم. حياتنا وخاصة في رحاب زيارة الأربعين؟ نعم احسنتم سيدنا. احنا دائما نقول دائما اربطوا القضايا بأحداثها. وبالمناسبة الآن أذكر يعني مثلا الأذان مذكر، أنت الآن تكون ساهيا لاهيا تسمع صوت الأذان صبحا ظهرا. ولهذا أحد العلماء الكبار من المراجع يقول التزم بدعاء الفرج مع كل أذان، لأن أنت الآن نسيت إمام زمانك، ولكن لما تتعود أن بعد كل أذان تقول اللهم كل وليك الأذان يذكرك. ولهذا أنا لاحظ في أذان المشاهد عادة يختمونها بدعاء الفرج. ولعل من هذه التوصية. المهم نحن نقول توب ولكن هو ينسى التوبة، ولهذا من المناسب أن نجعل محطات التوبة ثابتة. منها صلاة العصر، بعد صلاة العصر يستحب أن تستغفر الله عز وجل 70 مرة. منها في قيام الليل استغفار 70 مرة والمستغفرين بالأسحار. أحسن. هذه محطة من المحطات للتوبة. ومن محطات التوبة في حال الصلاة، اسمحوا لي هذه الليلة أقول فضل. كلمة لم أقلها إلى الآن. المعروف في أوساط السالكين والمراقبين وكذا يقولون عليك بالذكر اليونسي، والإنسان ينسى في خضم الحياة ينسى الذكر اليونسي. ولكن أو تعلم أنه الذي يصلي الغفيلة، الغفيلة صلاة نصليها جميعا تقريبا. نعم. حتى العجائز بين الصلاتين يصلون الغفيلة. أنت تقول وذنوني ذهب مغاضبا في الركعة الأولى وتقرأ الذكر اليونسي، ولكن بأي حال؟ بحال غفلة للأسف. يعني أنت تقرأ الذكر اليونسي حولها إلى محطة توبة. أنا لا يعني أنا ما يعني لا أجزم أن يونس قرأها 1000 مرة، لعله قرأها مرة واحدة. وأنت أيضا في الغفيلة في كل ليلة بين المغرب والعشاء اقرأها بتوجه. وثانيا قبل أن تنتقل لسؤال آخر، سيدي يعجبني كثير الدعاء، كلامكم في التوبة، سؤالكم عن التوبة. نعم. هذه الصيغة المروية عن أمير المؤمنين بعد دعاء صلاة الصباح: إلهي قلبي محجوب ونفسي معيوب وعقلي مغلوب وهواي غالب. مشكلتنا هذه، عقلي مغلوب. أكيد. وهواي غالب وطاعتي قليلة ومعصيتي ولساني مقر بالذنوب،
فكيف حيلتي يا ستار حقيقة العيوب. هذه الذكر العلوي، كيف عندنا ذكر يونسي أحسن، أنا أسميها ذكر علوي وعلوي. لا، إذا ما قرأت دعاء الصباح اقرأ هذا، ومتى؟ في آخر سجدة من الصلوات. الله. في كل فريضة، وهذا من بركات، أنا كان بإمكاني أن أقرأ لكم تاريخ العباس وبطولات العباس عليه السلام هذه الليلة. ولكن هذا تبقى، هذه الأمور تبقى في الذهن. أكيد. التزموا بما ذكره والده أمير المؤمنين روحي في دا. في السجدة الأخيرة للصلاة تنعشك، وتقرأها في اليوم كذا مرة بعدد الصلوات اليومية 5 مرات، وتختمها بهذا الدعاء، قطعا يرفع من قدرك إن شاء الله. بوركت شيخنا. شيخنا شيخ حبيب، يقال وهو الصحيح أن، يعني ماذا أقول، أن البركات في زمن الغيبة تنزل على يد الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. هنا نسأل سؤال، كيف نستغل هذه الزيارة لتقوية هذا الارتباط مع الإمام صاحب الزمان؟ رجعتم لذكر الإمام عليه السلام. أنتم تعرفون كمثال في زمان الإمام المجتبى صلوات الله عليه، البعض كان يظن بأن الإمام الحسين مثلا غير راض عن الصلح، مزاجه مثال مزاج يعني ثوري كذا، وكان الإمام الحسن الحسين عليه السلام في كمال الأدب بين يدي الإمام المجتبى ويقر كل ما فعله، يعني يقول أنت إمام زماننا. وأنا إن هذا المنظر كم جميل، الإمام الحسن يصلي وخلفه الإمام الحسين يصلي مأموما، هكذا المتوقع كونه إمام. نعم. مقام الإمام الآن مقام الإمام الفعلية، يعني الإمام الصاحب الأمر عليه السلام لو لم يرضى عن إنسان، يعني لو أنه مثلا أبوه الإمام العسكري يقول له ذلك، هو الأمور يعني مفوضة إليه، بيمنه رزق الورى، أحسنت، بوجوده ثبتت الأرض والسماء، أحسن، يعني البركات في هذا الزمان تجري على يده الشريف. فأقول للإخوة والأخوات، ونحن في آخر ليلة من هذا البث المبارك إن شاء الله، حاول أن تجد طريقا إلى قلب إمام زمانك، ومن أفضل الطرق أحسن. الأعمال قاصرة كما قلنا قبل قليل، عقلي محجوب وعقلي مغلوب وهواي غالب، طاعتي قليلة، إن أحدنا لا وجه له أن يعني يخاطب إمام زمانه، ولكن يأتي لزيارة جده. الباب العاطفي سيدنا باب مفتوح جدا، أحدهم قام بجريمة أو بذنب معين زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرأته في البحار المجلسي، تعجبتني الرواية، كان يعني يخاف من الرسول، يستحي، مطلوب للعدالة كما يقال، عدالة النبي. فرأى في الطريق الحسن والحسين وهما صبيان، جعل أحدهما على كتفه الأيمن والآخر على، ودخل على النبي وقال جئتك بهما، جئتك مستشفعا بهما لا باسميهما، نحن نسمي. قال هو يعني هؤلاء شفعاء إليك، وانتهت المشكلة. يعني هذا الذي قام بهذا الخطأ لو عمل ما عمل على النبي ما قبل عذره، ولكن احتملهما ثم جاء بهما، انتهت المشكلة. ففي زمان الغيبة سيدنا، البعد العاطفي، استغلال هذه الزيارة، يعني انت عندما يعني تزور في هذا الجو المبارك، ثم تطلب من الإمام ومن رب العالمين النظرة المباركة، قطعا يعطيك ما تحب. وبالمناسبة الآن هذه الأيام من محرم إلى آخر صفر الجو حسيني، والبعض قد لا يوفق لزيارة أبويه في أرض سامراء. أقول للإخوة، من طرق العناية المهدوية، تقول ليلة 40 مرتباته بسامراء، أقول هذه الفرصة مغتنمة، بعد 40 بعد شهر صفر زر مولاك، هنالك ترى ما ترى، يعني تزور أباه وأمه وعمته وجده المدفونين في البقعة المباركة. نعم. إذا أردت أن ترضي إمام زمانك، هناك أرضه بما تريد وناجه بما تشاء. أحسن شيخنا العزيز، يعني الإنسان يحب بطبيعته أن يعلم علامة قبول زيارته، خاصة
في رحابي هكذا تظاهرة مليونية ومسيرة عزائية. يعني هل لنا أن نقف عند العلامة التي يمكن أن نجعلها يعني نقول علامة لقبول الزيارة؟ طبعا أنا لا أحبذ الزيارة العلامة الحسية. البعض مثلا أحدهم عند الضريح وسقطت قطعة من القماش عليه قال هذه علامة القبول. هذه العلامات ليست بعلامات قطعية. أفضل علامة سيدنا لي قبول الزيارة هو التحول الجوهري الذاتي. يعني إنسان يأتي للزيارة ويرجع يرى نفسه إنسانا جديدا كأنه خلق من جديد. اتفاقا أحدهم أيضا هذه قصص واقعية أقول أن أحدهم كانت عنده مشكلة الأصدقاء شلة الأصدقاء ومضيعة الوقت على كل شيء ولو بالحلال. البعض يضيع وقته مع أهل البطالة واللغو. اتفاقا جاء زيارة الحسين مشيا لوحده. قلت له يا قضية اليوم قلت له يا فلان أنت بحاجة إلى صديق إلى مؤنس؟ قال لا والله أنا في هذه الزيارة لوحدي وأعيش الأنس الله والاستغناء عن البشر. الله قلت له إذا رجعت إلى أرض الوطن استغني عن أصدقائك. أنت في طريق الحسين أنست بالزيارة بالذكر المحضرية كما يقول العلماء. هذا الجو الروحي الذي اكتسبته من الزيارة اجعله معك في أرض الوطن أيضا لا تحتاج إلى صديق أبدا. جيد. فإذا العلامة الحقيقية هو هذا التحول الباطني. نعم. جيد شيخ حبيب. يعني نحن نقرأ في زيارات أئمتنا لا سيما زيارة الإمام الحسين أنه إذا أصبح لديك خشوع عند دخول الحرم فهذه علامة الدخول أو الإذن. هل نستطيع أن نقول إذا وقف الإنسان عند ضريح المولى أبي عبد الله وخشع وبكى في الزيارة هل نستطيع أن نقول أنها علامة من علامات القبول؟ نعم. في الواقع نستغل الفرصة أيضا. العلماء يفرقون بين اصطلاحين الليلة دخلنا في هذا العالم. هناك ما يسمى بالحال وهناك ما يسمى بالمقام. يعني هذا الخشوع الآني في الزيارة يسمى حالا حالة إيجابية طيبة ولكن لا يعد مقاما. وهذا المعنى اتفاق كان وقع في زمان النبي. يقولون يا رسول الله إذا جلسنا معك يعني ننسى كل شيء نعيش في عالم آخر ولكن إذا رجعنا للبيوت وشممنا الأولاد بالرواية وجلسنا مع الأهل والعيال فقدنا هذه الحالة. النبي صلى الله عليه وآله قال لو بقيتم على ما أنتم عليه الآن الرواية في بالي مشيتم على الماء أو صافحتكم الملائكة. المهم بهذه المضامين يعني النبي يشير إلى يقول عندي هذا حال الرقة التي عندي هذا حال ولكن في المنزل إذا وجدتم هذه الرقة هذا مقام. اتفاقا سؤالك جيد. اسأل الإمام أن يحول الحالة إلى مقام. جميل. أن تخشع تحت القبة والأربعين والزيارة والمشي طبعا هذه أمور محفزة. ولهذا نحن من بعد الصفر البعض يودع الحسين إلى محرم القادم لا يزوره لا يبكي عليه لا يحضر مجالسه. يعني الوداعية مع الإمام وهذا الشيء طبعا لا نقبلها أبدا. كما أن البعض يودع القرآن في شهر رمضان والخشوع والإقبال في ليالي القدر إلى رمضان قادم. حقيقة هذا الوضع الموجود الآن في الشوارع وفي الطرقات البعض طبعا البعض الذي هو لم يتكامل يعني ينقطع عن هذا الجو لأنه ما وصل إلى مرحلة المقام. هنيئا لمن كان كذلك. نعم. أحسن سمعت الشيخ. كما قلنا هذه الليلة ليلة العشرين من صفر. يوم غد إن شاء الله يعني الزائرون يزورون المولى أبي عبد الله ويعزوه بالمصاب الجلل. هل من كلمة أخيرة في رحاب هذا اللقاء سمعت الشيخ تكون الذين كهمسة إلى قلوب الزائرين؟ الذين هم في كربلاء. أنا اتفاقا تعجبني زيارة الأربعين عن الزيارة المقروءة أو زيارة قصيرة في أقل من صفحة وفيها مضامين جدا راقية واتفاقا مبكية. يعني واستبيح حريمك قتلت مظلوما حتى سفك في طاعتك دمه قف هنا قليلا لا تكمل الزيارة. يعني واستبيح حريمه هذه العبارة هينة لا تقرأها قراءة متعارفة. أقولها لكل من يسمع حديثي
من الزائرين والمشاهدين. غدا إن شاء الله بعد ارتفاع النهار إذا زرت الحسين عليه السلام، إذا وصلت لهذه الفقرة وجرت دمعتك، هاي اتفاق من علامات القبول، قبول الله الزيارة الله. وأقرأها بطريقة جيدة، لا تقرأها كذا، اصعد إلى السطح إذا كنت خارج كربلاء، توجه للإمام، صلي ركعتين كما هو في الزيارة، بعدها صلي ركعتين، اجعلها زيارة مميزة. يعني غدا هي كلها في 10 دقائق، ولكن اجعلها 10 دقائق نورانية مميزة فيها كل البركات إن شاء الله تعالى. أحسن بنصف دقيقة أنا أسأل، يسأل المؤمنون يعني يقول عند ارتفاع النهار هل هي في وقت الضحى أم يعني عند الظهر تقريبا؟ بعد طلوع الشمس الساعة 8 أتوقع في هذا الوقت، يعني ارتفاع النهار يعني تجلى النهار، والنهار إذا جلاها يعني لا ليس معقد وقت الزوال، يعني الضحى وقبل الضحى ممكن يكون. أحسنت هذا سمحت الشيخ الحبيب حبيب الكاظمي حفظك الله رعاك، نحن وكادرنا وحتما زوار الحسين وخدام الحسين نقلدك الدعاء والزيارة يوم غد إن شاء الله عند الحبيب الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إن شاء الله إن شاء الله ندعو لكل المشاهدين والزائرين والملتمسين وجنابكم والإخوة القائمين. شكرا عزيزنا سمحت الشيخ حبيب الكاظمي، شكرا لكم أحبائي مشاهدي قناة المعارف الفضائية، أعظم الله أجوركم أحسن الله عزاءكم. نتواصل معكم في هذه التغطية المباشرة، والآن بالصوت والصورة إلى الزميل أنور نجم.